انت هتبدأ ولا ايه الاخبار؟ طيب، السلام عليكم. الاول حب طبعا اشكر اخي الفاضل الاستاذ دكتور جمال على دعوتي ان احنا نتكلم على موضوع من المواضيع اللي احنا كلنا ده غالبا بنشوفها في الاي سي يو. طبعا ما فيش بالمونري فيزيشنز ما طلبش ان هو يروح الاي سي يو ويشوف عيان على ميكانيكال فنتليشنز وياخد ديزيجن، سواء عيان اكوت ريسبيراتوري فيلير، سواء اكوت اون توب اوف كرونيك، سواء عيان اي ار دي اس او كده، او بعض الناس يطلبوا من الفيزيشنز نقول له ان اللاب بارامترز بتاعت العيان كويس قوي، بس احنا مش قادرين نشيل العيان او نعمل له ويننج من على الميكانيكال فنتليشنز. مجرد ان انت تخش وتشوف العيان وتبص على الجرافيكال ديسبلاي اللي هي موجود في الفنتليترز كلها، تكتشف ان هو العين عنده مثلا سام سورت في اوتوبيب، وبالتالي العين مش قادر يبقى ويند من على الميكانيكال فنتليشن عشان انت مش مزود له ريسبيراتوري ريت. او سام تايمز ممكن تبص تلاقي ان العيان، مره من المرات رحت بشوف عيان فلقيت ان السي او تو بتاعه 110 والجهاز شغال. المشكله كلها ان هو الجهاز شغال بس الالارم كان قليل، فبالتالي السايكل بتنتهي وكل ده موجود على الجرافيكال ديسبلاي، بس اللي كان موجود ما شافش الجرافيكال ديسبلاي دي. فهي النقطة أنت لا ترى إلا ما تعرفه. مهم جدا إن أنا أبقى عارف شكل الويف فورم شكلها إيه، على أساس أقدر أفيد العيان. في نفس الوقت في بعض العيانين أو معظم العيانين ممكن مش لازم يكونوا أنا عارفهم ومتابعهم وعارف اللانج ميكانكس وعارف القصة، بالعكس ممكن العيان بيجي أساسا ما أعرفش اللانج ميكانكس بتاعته شكلها إيه من الأصل. وبالتالي بحط ميكانيكال فنتليشن، لو انا ثبت المود اوف ميكانيكال فنتليشن، ثبت التايدل فوليوم، ثبت الريسبيراتوري ريت، ابص الاقي العين دخل في باراتروما، دخل في فنتليتور انديوس لانج انجري، وكان ليها بريدكتور من لانج جرافيك اللي كانت موجوده بس انا ما خدتش بالي منها او ما شفتهاش. فاحنا هنتكلم على هاو تو انتربريت الفنتليتور جرافيكس. هنتكلم كل دلوقتي المودرن فنتليترز كلهم مفيش فنتليتور وذاوت جرافيكال ديسبلاي. النقطه الاهم من الجرافيكال ديسبلاي ازاي تستخدم الجرافيكس. مهم قوي ان انا عشان استخدم الجرافيكس لازم ان انا اقعد دايما ابص على الجرافيك عشان اكواير الهابت ان انا اعرف ان ده بريشر تايم، ده فلو تايم، ده شكل البريشر تايم ايه اخباره، ولو تشينجد مع اللانج ميكانيك بتاعتنا ايه الاخبار، كومبلاينس ريزيستنس. في شويه حاجات ممكن اول ما العين تحط على الميكانيكال فنتليشن لازم يكون عارفها، انا مش عارف العيان الاير واي ريزيستنس ايه اخبارها، لو جالي فجاه الالارم عندي بدا يبقى فيه بيك اير واي بريشر، ما هو البيك اير واي بريشر ده انا اعرفه منين مثلا؟ تمام، هل هو نتيجه اير واي ريزيستنس ولا نتيجه ان الكومبلاينس بدا يقل؟ الاثنين دول يعني، ولا انا اوريدي الفلو اللي انا حاطه عالي جدا على العيان وبالتالي مزود لي الاير واي ريزيستنس. كل ده لازم ابقى عارف، او مزود البيك اير واي بريشر لازم ابقى عارف الانتربريتيشن، وكل ده هيبان سو ايزلي في مين؟ في الجرافيكال ديسبلاي. ما ينفعش بقى عندي انا سايق عربيه مرسيدس مثلا وكل اللي انا عارفه ان انا بحط المفتاح او بشغل المفتاح واسوقه بس، لا اشوف الالارمات او شكل الجرافيكال ديسبلاي اللي موجود وشكل الكيلومترات وانا ماشي على صوره قد ايه، واخلي بالي. وفي بعض الميكانيكال فنتليترز اللي تقول لك لا توقف البريث عشان تقلل التايدل فوليوم اللي بيخش العين اند سون، كل ده لازم اكون عارفه انا من الفنتليترز. المونيتورنج ذا جرافيك مهم جدا ان انا امونيتور الجرافيك عشان allow the user to interpret, evaluate, and troubleshoot the ventilator with the patient response to the ventilator. زي ما قلنا بالظبط، العيان كتاب مقفول ما اعرفش العيان ايه. يعني لو انا بحط التايدل فوليوم، حد هيقول لي طب انت بتحط تايدل فوليوم ثابت 6 مللي بير كي جي. في عيانين الاي ار دي اس ال 6 مللي بير كي جي دول اللي هو مثلا لو هو عيان وزنه 70، في بعض العيانين يبقوا اوفر فنتليتنج ذا بيشنت وبالتالي يدخلوا في لانج انجري، في بعض العيانين التانيين ممكن يبقى اندر فنتليتنج ذا بيشنت، مع ان الريكومنديشن ان انت تدي لو تايدل فوليوم او بروتكتيف لانج فنتليشن لو تايدل فوليوم 6 ل 8 مللي بير كي جي، بس انا مش عارف الميكانكس بتاعت العين شكلها ايه. هعرف الميكانكس عن طريق الويف فورم، وبالتالي مهم قوي ان انا اشوف الريسبونس تو ذا فنتليتور. بحط العيان اول فتره نص ساعه دي فتره معرفه لمين؟ للعيان، بشوف الكومبلاينس، بشوف الريزيستنس. الحاجه الثانيه ممكن احط انا عيان على ميكانيكال فنتليشن والعيان لا قدر الله مثلا يتوفى او حاجه، ولو العيان توفى اهله يرفعوا عليا قضيه ويقولوا ان انت بالفنتلاتوري استراتيجي بتاعتك موتت العيان. الفيصل ما بيني وما بينهم ايه؟ اللانج ميكانكس ات ذا بيزس، اول ما العيان دخل حطيته على ميكانيكال فنتليشن، كومبلاينس كان كذا، اير واي ريزيست كان كذا، جرافيكال ديسبلاي كان كذا، وبالتالي اقدر ان انا اقول لا ده هو العين كان وحش،
ومش انا اللي ايه اللي خليت العيان يبقى ايه يبقى سيء، وبالتالي اقدر ان انا اشوف فعلا العيان وريسبونس تو ذا نين تو ذا فيتش. طبعا الديزيز ستيت زي ما قلنا الكومبلاينس والريزيستنس ايفالويت الريسبونس assess a patient response to the therapy. العينين الايرواي اوبستراكشن، طب انا يعني وانس ان انا اديت برونكو دايليتورز او بدا البرونكو دايليتور يجيب افكت، هبص الاقي البيك ايرواي ريزيستنس بدا يقل، الاكسبيريشن بدا يقل، برونج الاكسبيريشن بدا يقل البرونج الاكسبيريشن، وده كود بي مونيتور في الجرافيكال ديسبلاي زي ما هنشوف بعد شويه. مونيتور البروبر فنتليتور فانكشن، البروبر فنتليتور فانكشن في بعض العيانين انت ممكن تخش تبص تلاقي الجهاز عمال يديك الارم الارم الارم، تبص على الارم يقول لك اصل هو الجهاز بايظ او في فلو الفلو سنسور مش كويس او البريشر سنسور مش كويس، تبص تيجي بقى تبص على على الفنتليتور تلاقي ان السايكل انتهى بينتهي بدري جدا، لان الارم ليميت اللي انت حاطه كنت تحطه على العيان تاني الارم بيك اير بريشر 30 مثلا، واللي انت عايز تحط والعيان بيجيب بيك اير بريشر بتاعه 30 ينهي السايكل، الالارم بينهي السايكل وبالتالي بقى insufficient tidal volume بيخش العيان، العيان يبقى يريتين كربون دايوكسيد، فكل ده ممكن بي مونيتورد ايزلي بالجرافيكال ديسبلاي. فمونيتور ذا البروبر فنتليتور فانكشن والفاين تيونينج اوف ذا فنتلاتوري عشان اقلل ورك اوف بريذنج اوبتمايز الفنتيشن اند ماكسمايز بيشنت فنتليتور كمفورت. لما نيجي نتكلم على الجرافيكال ديسبلاي انا عندي نوعين من الجرافيكال ديسبلاي، عندي الريل تايم يعني انا بشوف انستنتينيوسلي دلوقتي البريشر فيرسس تايم، الفلو فيرسس تايم، والفوليوم فيرسس تايم، دول اسمهم سكالرز او حاجتين مع بعض فلو فوليوم لوب او بريشر فوليوم لوب، بي في كيرف او الفلو فوليوم. الفلو فوليوم لوب زيه زي زي اللي احنا بنعمله في الفانكشن انما مقلوب زي ما هنشوف بعد شويه. والسكالرز ده مهم جدا لان هم ده اللي بيبقى باين قصادي اول ثرو اثناء الشغل كله. وليه مش طيب احنا قلنا السكالرز اللي هو ريل تايم ديسبلاي اللي هو فلو تايم بريشر تايم. السكالر له كذا ممكن يبقى له كذا برزنتيشنز في الجرافيكال ديسبلاي عارف، بس هنا لو احنا لو لاحظنا ان انا ببص هنا كده انا ببص الاقي ان انا عندي فوق بريشر تايم وهنا فلو تايم وهنا فوليوم تايم. تمام، كل واحد يقدر يديني اكزامبل العيان ماشي ازاي. لو انا بص يعني ممكن مجرد ان انا ابص على العيان على الجرافيكال ديسبلاي اقدر اقول العيان ده محطوط على ويتش مود اوف ميكانيكال فنتليشن، الحاجه الثانيه محطوط على بيب ولا مش محطوط على بيب، الحاجه الثالثه عنده اوتو بيب ولا ما عندوش اوتو بيب، الحاجه الرابعه التايدل فوليوم اللي بيوصل له قد ايه، الحاجه كل ده من الجرافيكال ديسبلاي من غير ما ببص على الميجرمنت فاليوز. ودايما اعود نفسي ان انا ابص على الجرافيكال ديسبلاي ما ابصش على مين، على النيوميريكال فاليو، النيوميريكال فاليو هتبقى تتشاف بعد شويه ما فيش اي مشاكل، واقدر اقول اذا كان العيان بيأسست ولا توتالي كنترول الجهاز هو اللي شغال ولا العيان بيأسست معاه، ودرجه الاسيست ايه اخبارها والتريجر سنسيتيفيتي بتاعته ايه الاخبار. في نفس الوقت اقدر اشوف الفلو ديسيلريتنج ولا سكوير فورم، والسكوير فورم ده مع فوليوم فوليوم كنترول فنتليشن، والديسيلريتنج ده مع فلو مع بريشر فنتليشن، وبالتالي اقدر من اعرف المود واعرف التايدل فوليوم وهان سو اون. يبقى هنا شكله بريشر فيرسس تايم او فلو فيرسس تايم او فوليوم فيرسس تايم، ودي الحاجات اللي هنتكلم عليها بعد شويه. برضو ده في جهاز وده في جهاز تاني، ادي فلو تايم كيرف ده فلو تايم وده بريشر تايم كيرف، وفي جهاز تالت ده فوليوم تايم كيرف، وبالتالي اعرف بس كده وانس المهندس يجي يركب لي الجهاز لازم ابقى قاعد معاه، ومهم قوي ان انا ايه اعرف الايه الجرافيكال ديسبلاي هيبقى شكله ايه والبرزنتيشن بتاعه شكله. اللوبس انا عندي نوعين من اللوبس الكبار اللي هو بي في كيرف والبريشر فوليوم كيرف، ادي التايدل فوليوم وادي البي البريشر، تشينج في بريشر على فوليوم هو الكومبلاينس، وبالتالي اقدر اعرف الكومبلاينس واقدر ابروجريس اشوف البروجريشن بتاع الكومبلاينس، العيان بيتحسن بيسوء، شوف العيان بيأسست ولا لا، اشوف العيان بياخد تايدل فوليوم، الورك اوف بريذنج بيطلع منين من البي في كيرف ده، واشوف الورك اوف بريذنج شغال كويس ولا لا او عالي او قليل، وبالتالي ايه اللي معلي الورك اوف بريذنج، اشوف العيان بيبدا من الزيرو ولا لا زي ما انا بشرح ده ليه، ده البريشر فوليوم كيرف. اللنج بريشر فوليوم كيرف ده اهميته العظمى في العيانين بتوع الاي ار دي اس او الاكيوت ريسبيراتوري ستريس سندروم، لان سام تايمز يحصل سام سورت حاجه اسمها اوفر انفليشن او اللي هو هنتكلم عليه لتر اون.
تمام. الحاجه الثانيه فلو فوليوم لوب العادي خالص، بس ده المقلوب ما بين الايه ال ده الاكسبيريشنز وده الانسبيريشنز، عكس او ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشنز. في حاجه تمام يا جماعه؟ يبقى ده البريشر فوليوم كيرف، وده ده البريشر فوليوم. طب ليه مش شغال دلوقتي؟ معلش ارجع تاني كده. بس ده البريشر فوليوم لوب وده الفلو فوليوم لوب، تمام. هنتكلم بقى ايه واحده واحده على مين؟ على السكالرز في الاول، اللي هو فلو تايم، بريشر تايم، وفوليوم تايم. فلو فيرسس تايم ده مهم جدا، بريشر فيرسس تايم ده برده مهم قوي، والحاجه الثالثه فوليوم فيرسس تايم. عاده الفوليوم فيرسس تايم احنا ما بندلوش حقه قوي، يعني لانه عاده تحصيل حاصل، لما يكون ممكن يقول لنا 3 4 معلومات تكمل بقيه الايه بقيه الصوره. هنبدا في الاول خالص هو بريشر فيرسس تايم، ده مهم جدا، لان هو العيان عاده في اثناء الانسبيريشنز ايه اللي بيحصل؟ spontaneous inspiration، يعني ياخد negative inspiratory pressure، وبالتالي يبدا السايكل من تحت. خلاص ده لو هنتكلم على اللي هنا ده بوزيتيف وده نيجاتيف وده زيرو، لازم العين يبدا نيجاتيف انسبيراتوري بريشر وبعدين يطلع الاكسبيريشن. يبقى اللي تحت هنا كده انسبيريشن واللي بره اكسبيريشن، ده عيان spontaneous، لان ممكن البري انواع البريثز موجوده عندي spontaneous assisted controlled و assist controlled او supported. عندي اربع انواع من البريث، ده ممكن ان انا اعرفهم من الميكانيكال فنتليتور من الجرافيكال ديسبلاي. ده السبونتينيوس بريث لازم يبقى عندي نيجاتيف وبعدين بوزيتيف. الميكانيكال بريث حد ذاته كله بوزيتيف، انسبيريشن اكسبيريشن كله من البوزيتيف، تمام. لو انا بدانا هنا لو نلاحظ ان ده الانسبيريشن، سوري انا اسف، ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن، تمام. من شكل الويف فورم ده اللي هو بريشر تايم كيرف اقدر اطلع بيه معلومات كتيره جدا. اول حاجه ان هو مش بادئ من الزيرو، ده زيرو وده فوق زيرو، يبقى الجزء ده هو العين محطوط على بوزيتيف اند اكسبيريشن البي، تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه بدايه الانسبيريشن من هنا نهايتها هنا، يبقى الجزء ده كله انسبيريتوري تايم، تمام. وبعدين بعد كده ده جزء الايه الاكسبيريشن، يبقى الانسبيريشن عرفته، الاكسبيريشن عرفته، الانسبيريتوري تايم عرفته، تمام. الحاجه الثالثه، هل العيان بدا سايكل بدا نيجاتيف في الاول؟ ما بداش نيجاتيف في الاول، العيان اهو كله ده مانداتوري بريث، يبقى ده البريث تايب مانداتوري، العيان محطوط على بيب وبعدين. طيب الحاجه الثانيه الليميتنج، انا عندي فوليوم وعندي بريشر، ده فوليوم ولا بريشر؟ خلاص هنا بدام بدام بقى له شارك عامله زي له بيك، يبقى ده مين؟ ده فوليوم كنترولد فنتليشن. يبقى العيان ما بياخدش اي بريشر، اي نفس، العيان محطوط على بيب، الانسبيراتوري تايم اقدر ان انا اعرفه، وبعدين بعد كده الاكسبيراتوري تايم اقدر ان انا اعرفه، تمام. وده مين؟ وده البيب، ادي البيب، ادي الانسبيراتوري تايم، وده الاكسبيراتوري، بعد كده البيك انسبيراتوري بريشر، وده الاكسبيراتوري اي تايم، والانسبيراتوري تايم والاكسبيراتوري تايم، يبقى مين؟ يبقى الريسبيراتوري سايكل او الديوتي سايكل. كل ده من شكل واحد بس، وده مانداتوري، لان هنا اللي بدا الماشين مش بدا العيان، ده اللي هو تايم تريجر. وبعدين هنا هيبقى ما دام في نيجاتيف في الاول خالص يبقى هنا مين؟ بيشنت تريجر. يبقى في التريجرنج او بدايه الانسبيريشن اقدر انا اعرفه من البريشر تايم كيرف، اذا كان اسيستد، اذا كان كنترولد، ولا اسيست كنترول لو ميكسد مع بعض، تمام. يبقى ده لو لقيت نيجاتيف في الاول، ومش مقصود بيها النيجاتيف ان هو يوصل لغايه الزيرو، لان لو حاطط العين على بيب مش هيوصل لغايه من الخمسه مثلا او من السته لغايه الزيرو، لا، البيب ليفل هو زيرو بتاع العيان، لو نزل تحت البيب يبقى ده العيان اسيستد، تمام. لو ما نزلش تحت البيب وفجاه اقول له في صدن بدا يحصل السايكلينج، يبقى ده العيان مين؟ كنترول بريث، يبقى كنترول او اسيستد او سبونتيت. وده العيان ده فوليوم كنترول ولا بريشر كنترول؟ ده فوليوم كنترول فنتليشن، لانه عندي بيك. البريشر كنترول هيبقى فيه سكوير. في حاجه ثانيه مهمه قوي، ادور على سكوير ويف فورم فين؟ لو لقيت السكوير ويف فورم في البريشر تايم كيرف يبقى ده العيان على بريشر كنترول فنتليشن. لو لقيت السكوير فورم في الفوليوم في الفلو تايم كيرف يبقى العيان على فوليوم كنترول فنتليشن، تمام. يبقى اقدر اعرف يبقى قدرت ان انا البريث تايب ذات نفسه التريجرنج، وعرفت المود اوف ميكانيكال فنتليشن، وعرفت حتى ايفن السايكلينج زي ما هنعرف بعد شويه. ده بالنسبه لمين؟ للعين. يبقى ده اسيستد، جزء ده اسيستد، وده مين؟ ده كنترولد فنتليشن. اتفقنا؟
راسه، وده بقى عيان ميكسد سبونتينيوس فيرسس ميكانيكال فينش. امتى بتحصل الاثنين دول؟ امتى يبقى العيان بياخد سبونتينيوس او بياخد اسيستد او بياخد سبورتد بريث؟ فانهي مود اوف ميكانيكال فنتليشن؟ في الاس اي ام في سينكرونايزد انترميتنت مانداتري فنتليشن. ممكن العيان يبقى توتالي سبونتينيوس لو انا ما حطيتوش سبورت، او يبقى اسيستد خلاص، او يبقى كنترولد. يعني يبقى اسيستد يا كنترول. اسيستد لو خد نفس، لو ما خدش نفس من الاصل، لو خد نفس في الويندو بتاع الاس اي ام في هيبقى اسيستد، لو ما خدش نفس بقينا كنترول. فبالتالي في الاس اي ام في يديني ثلاث انواع من البريثس، ولو انا حطيت على بريشر سبورت كمان يديني الايه النوع الرابع، سبورتد بريثس اسيستد وكنترولد. تمام، ده شكل الويف فورم في البريشر تايم كيرف. هنا في الفلو فوليوم تحت فوليوم كنترول فنتليشن، وتحت والتاني هنا ده فوليوم كنترول فنتليشن، بدام هون عامله زي شارك فين. تمام، وهنا بريشر كنترول فنتليشن. فاقدر ما اعرف من الشكل الايه البريشر تايم كيرف ان هو على ويتش تايم اوف ذا مين اوف ذا ميكانيكال ويتش مود اوف ميكانيكال فنتليشن. نيجي بقى في الفوليوم كنترول فنتليشن. تمام، انا عندي في الاول خالص عندي بيك ايرواي بريشر، بيك انسبيراتوري بريشر، ولو انا حاطط بلاتو بحط بلاتو تايم يبقى ده بلاتو بريشر. مهم قوي ان انا اعرف البيك والبلاتو. ليه؟ لان انا البيك والبلاتو، البيك هجيب منه الديناميك كومبلاينس، والبلاتو بريشر هجيب منه الاستاتيك كومبلاينس. تمام، وكل الميجرمنت بتاعتي اول ما احط العين على ميكانيكال فنتليشن لازم العين في الاول على فوليوم كنترول فنتليشن، عشان جزء البلاتو ده العين يبقى سيديتد، اقدر احسب لانج ميكانكس بتاعت العيان مظبوطه، ايرواي ريزيستنس مظبوط، وهكذا. تمام، والكومبلاينس ستاتيك وديناميك، واشوف التايد الفوليوم بتاع العيان. هنا نرجع تاني، هنا مرجعنا ده البيك ايرواي بريشر والبلاتو، الفرق ما بينهم هو الايرواي ريزيستنس لو انا حطيتها على الفلو. تمام، اذا انا اقدر اجيب الايرواي ريزيستنس كمان، يبقى هقدر اجيب الكومبلاينس، هقدر اجيب البيك ايرواي بريشر. هعرف مشكله العيان فين، هل مشكله لو البيك ايرواي بريشر عالي مشكلته في الايروي ريزيستنس ولا مشكلته في اللانج كومبلاينس؟ الفرق ما بين البيك والبلاتو، لو البيك والبلاتو عالي الفرق اكتر من 5 سنتيمتر، يبقى المشكله كلها في مين؟ في الايروي ريزيستنس. يبقى لازم احل مشكله الايروي ريزيستنس. عندي بقى ميوكاس بلاج، عندي انبوبه ضيقه، عندي ايروي ريزيستنس، ادي برونكو دايليتور واشوف الايه الريسبونس. لو البيك والبلاتو الفرق ما بين البيك انسبيراتوري بريشر والبلاتو بريشر اقل من 5 والبيك عالي، يبقى المشكله مش في مين، مش في الاير ريزيستنس، مشكله في اللنجز نفسها. حصل بقى اي ار دي اس، حصل نيموثوراكس، حصل افيوجن، حصل بالموناري، قصه مختلفه بعيده عن الاير واي. يبقى انا عرفت منشا المشكله من شكل الايه الجرافيكال ديسبلاي، وعرفت افرق ما بين الاثنين مع بعض. طب ليه المشكله، ليه عرفت المشكله في منشا الاير واي؟ عشان المعادله دي اهم معادله موجوده بتحكم لي how the lung mechanics بتشتغل، بالبريشر اما يعلى يعلى امتى والكلام ده كله. نخلي بالنا بقى هنا، انا الاير واي بريشر او البريشر نيدد او اتيند في الاير واي تو اوفر كم حاجتين، الاستيك ريزيستنس او الاستيك وورك وريزيستيف وورك. ريزيستيف وورك ده بتاع مين؟ بتاع الاير واي. الريزيستيف وورك مقصود بيه الفلو في الريزيستنس، بمعنى لو انا زودت الفلو متوقع ان الاير واي بريشر يعلى، او الريزيستنس زادت الاير واي بريشر ده اكتر يبقى الريزيستنس هتعلى. يبقى منشاهم هنا، هبص الاقي البيك اير واي بريشر عالي والبلاتو زي ما هو، لان البلاتو ده اند انسبيراتوري بلاتو ده بتاع مين؟ بتاع الالفيولاي او بتاع اللانج كومبلاينس. الحاجه الثانيه البريشر نيدد تو اوفركم الريزيستيف وورك والريزيستيف وورك والالاستيك وورك. الالاستيك وورك ده عباره عن الفوليوم على الكومبلاينس، دي اسمها اللي هو ايكويشن اوف موشن، دي الاصل بتاع الميكانيكال فنتليشن اللي هو ازاي تو اوفركم. انا عندي اير واي بريشر او عندي ريزيستنس، تمام، ريزيستنس موجوده والاستيك وورك، عشان ادخل الهواء من الفنتليتور تو انفليت ذا الفيولاي لازم يوفركم كل دول، ولو حاجه فيهم عليت لازم ابقى عارف المشكله فين عشان اظبط الايه المشكله بتاعتي بالظبط. تمام، هنخش بقى على تمام.
هنا زي ما احنا شايفين هنا كده البيك ايروي بريشر بتاعي عالي والبلاتو بريشر بتاعي ماله كويس. الفرق ما بينهم هما الاثنين ايروي ريزيستنس عاليه جدا. يبقى الفرق ما بين البيك والبلاتو اكتر من 5 سنتيمتر ووتر، غالبا العيان ده مشكلته في الايه، في الايروي ريزيستنس، او الفلو عالي، الانبوبه ضيقه، عندي ميوكاس بلاج، عندي ايروي اوبستراكشن، او ان انا خليت الفلو بتاعي بدل ما هو 60 خليته 100. يبقى في بعض الاوقات ممكن اعلي الايرو البيك ايروي بريشر بس هروح للالارم ليميت، بدل ما هو 50 اخليه 70 او 80، تمام، عشان ما ينهليش الايه السايكل، عشان اوفر كام، اقلل الانسبيراتوري تايم وازود الاكسبيراتوري تايم في السيفير ايروي ايه اوبستراكشن، تمام. يبقى فيها، يبقى في العيان اللي زي ده عنده مشكلته الاساسيه هي ايروي ريزيستنس عاليه، الفلو قد يكون عالي الايروي وهكذا ايروي اوبستراكشن. اتفقنا نحلها ازاي؟ احنا قلنا زي ما قلنا بالظبط، اقلل شويه الفلو، ادي برونكو دايليتورز، اعمل ساكشن اشوف اللي ايه عنده اوتو بيب خلاص، وبالتالي ابلاي اكسترنال بيب من بره، تمام. ده نفس الصوره بس في مين، في يعني على جهاز تاني. هنا البيك ايروي بريشر بتاعي عالي والبلاتو نفس نفس الفكره، والبلاتو بتاعنا هنا نفس نفس تقريبا السيناريو اللي قبل كده. هنا بيك ايروي بريشر بتاعنا عالي والبلاتو عالي ولا نورمال؟ البلاتو عالي هو كمان، يبقى البيك ايروي بريشر والبلاتو الاثنين عاليين، يبقى المشكله فين؟ مش في الايروي ريزيستنس، المشكله في اللانج كومبلاينس ذات نفسه، نيوموثوركس، بالمر امبوليزم، اي ار دي اس، وات ايفر القصه. فهنا المشكله بتاعتي مينلي في مين؟ في اللانج بارينكما، مش في الايروي. عشان كده لما اجي احسن الدنيا اخلي بالي منين؟ من جزء اللانج بارينكما، لانج بروتكتيف، برومبوزيشن، نيورو ماسكولار بلوكينج، اند سو. اتفقنا يا جماعه؟ ده برضو في يعني في نفس في عيان بس في صوره يعني في في فنتليتور ثاني، على نوع من ثاني من الفنتليتور. فانا الفلو البريشر تايم كيرف يقدر يقول لي العين على بيب ولا لا، يقول لي البريث تايب شكله ايه، العين على انهي مود اوف ميكانيكال فنتليشن. لو البيك ايرواي بريشر او البيك انسبيراتوري بريشر عالي، البيك انسبيراتوري بريشر هو محصله ثلاثه بريشرز يا جماعه، البيب، البلاتو، بيك ايرواي بريشر. بيك ايرواي بريشر اللي فوق ده لو عالي بعيد عن البلاتو يبقى المشكله كلها في مين؟ في الايروي ريزيستنس وبالتالي برونكو دايليشن. لو الاثنين قريبين من البلاتو يبقى المشكله في اللانج كومبلاينس ذات نفسها، وابدا ان انا ايه ادور على مين؟ على مشاكل اللانج كومبلاينس. يبقى ده بريشر تايم كيرف. بعد البريشر تايم كيرف نيجي بقى للفلو تايم كيرف. الفلو تايم برضو ده يعني من ضمن الحاجات المهمه جدا على فكره. واحنا عاده ممكن يقول لي بس العيان بتاع الايروي اوبستراكشن اذا كان عنده اير ترابنج، اذا كان عنده اير ترابنج ولا ما عندوش، بقدر ان انا اعرف الاير ترابنج، اقدر اديتكت مبدئيا الاير ترابنج، اقول العيان عنده اير ترابنج ولا لا. لو بعد كده عنده اير ترابنج اعمل ميجرمنت بحاجات ثانيه. ده شكل برضو العيان الانسبيريشن بتاعه وبعدين الاكسبيريشن. الانسبيريشن فوق دايما والاكسبيريشن تحت. هنا الانسبيريشن في الميكانيكال بريث وده الاكسبيرشن وده السكوير فورم. عندي اربعه فورم في مين؟ في الفلو باترن، يا اما سكوير يا اما ديسيلريتنج، الاثنين دول اهم اثنين. الديسيلريتنج دايما كان كويند قبل كده بالبريشر كنترول فنتليشن، انما دلوقتي ممكن يبقى فوليوم كنترول مع ديسيلريتنج ايه ويف فورم. انما السكوير باي لو فور فوليوم كنترول فنتليشن، لو انا لقيت السكوير ويف فورم يبقى ده مين؟ العين على فوليوم كنترول فنتليشن او فوليوم فنتليش، تمام. طب هل استفيد، اقدر استفيد من شكل الويف الفلو تايم؟ اقدر استفيد كويس قوي، ان هو هنا ده بدايه الانسبيريشن وده كله الانسبيراتوري تايم، تمام، وده البيك انسبيراتوري فلو وده البيك اكسبيراتوري فلو وده الاكسبيراتوري تايم، تمام. والبيك اكسبيراتوري فلو لازم يرجع للزيرو، لو ما رجعش للزيرو يبقى في عندي مشكله، تمام. طيب يبقى ده بدايه الانسبيريشن وبعدين ده نهاية الانسبيريشن او بيك انسبيراتوري فلو ريت، وبعدين ده بيجيننج اوف اكسبيريشن وده الانسبيراتوري تايم وده الاكسبيراتوري تايم. يبقى ده مين؟ ده من التايم، من الفلو تايم كيرف، سهل ان انا ايه اخلي بالي او ان انا اقدر بايه بكل الداتا اللي موجوده عندي دي كلها، تمام؟ طيب
يعني في الديوريشن اوف اكسبيريشن هو اللي كان قبل كده. طيب ايه الفرق ما بين دي وما بين اللي قبليها؟ في بوز في الاخر. بمعنى يعني ايه بوز؟ يعني there is no air flow. يعني ايه no air flow؟ يعني بلاتو. يعني الجزء الاخير ده العيان في بلاتو، يعني التايدل فوليوم دخل وخلاص. طيب ده احسبه من الانسبيريشن ولا احسبه من الاكسبيريشن؟ احسبه منين؟ ان ولا اوت؟ انسبيريشن، لان هو ستيل عنده التايدل فوليوم موجود جوه، الانسبيراتوري فوليوم لسه موجود جوه. اذا كل ده بزود الانسبيراتوري تايم، يبقى بزود الانسبيراتوري تايم وزود انكريزنج التايدل فوليوم. ممكن ازود الانسبيراتوري تايم في البريشر كنترول فنتليشن ويصاحب معاه ان انا ازود الايه التايدل فوليوم. انما هنا وانس ان انا على فوليوم كنترول يبقى داخل 500، ال 500 دول يقعدوا قد ايه؟ يقعدوا ثانيه ولا يقعدوا ثانيه و 12 يعني ثانيه او ثانيتين او ثانيه ونص؟ تمام، يبقى اكوردنج مين للبلاتو. تمام، واحنا قلنا اول ما نحط عينه على ميكانيكال فنتليشن لازم احطه على فوليوم كنترول واحطه بلاتو واشوف الدنيا واشوف الستاتيك كومبلاينس والديناميك اند سو اون. تمام، فده مين؟ ده البوز او الانسبيراتوري بوز او البلاتو تايم. تمام، دول انواع الفلو، السكوير والديسيليريتنج. الاثنين دول اهم اثنين لان هم عاده اللي احنا بنشتغل عليهم. كان قبل كده السكوير ده في الفوليوم كنترول، وبعدين بعد كده بقى ديسيليريتنج فوليوم او مين او بريشر. نيجي بقى للنقطه ان هو الفلو تايم ده ممكن يفيدني في ايه؟ يفيدني في حاجه، ان هو العيان بيخرج لغايه الاخر ولا لا. لو العيان بيخرج لغايه الاخر يبقى خلاص ما عندوش اوتوبيب. لو العيان ما بيخرجش لغايه الاخر وخدنا النفس من تحت زي ما هو باين هنا كده الجزء دوت، ده الطبيعي، وده العيان بيخرج وهو بيخرج بيعمل بس لقيت نفس خد. الله، طب ما هو اللي بيخرجوا دول ما هو لسه في جوه، طب ما هيعمل اوتوبيب. طب واللي داخل هيخرج برضو، بدل ما يخرج 500 هيخرج 450 ان سو ان ان سو ان ان سو ان ان يعمل مين اوتوبيب. طيب يبقى تبص تلاقي العيان كلينيكالي بيعمل الاتي، عمال ياخد نفسه مش عارف. طب ما هو الاوتوبيب ده كويس ولا وحش؟ ده زي الزفت. طب ليه؟ لان الاوتوبيب بيزود الانتراثراسيك بريشر فيقلل فينس فلو فيأفكت مين؟ يعمل افكشن على الهارت. وبعدين الحاجة التانية ان هو ان الاوتوبيب ده بيب، اما العين يبدأ ياخد نفس لازم يأوفر كام الاوتوبيب عشان يبدأ الجهاز يحس بيه. عشان كده أبدأ ان انا احط له من بره external بيب عشان اعمل الزيرو ليفل اللي اتكلمنا عليه من شوية، ان البيب is a new zero point. تمام، احط تلتين الاوتوبيب. طب اعرف منين؟ اول بارامترز عندي ان العين عنده اوتوبيب ولا لا، هو اللي انا شايفه ده، ان هو ايه؟ العيان ما بيخرجش لغايه الزيرو ليفل. تمام، وبالتالي بدام كده بعد كده اعمل حاجه اسمها اكسبيراتوري هولد. تمام، بخلي ببرلايز العيان بسيديت واخلي الريسبيراتوري 3 خلاص، يعني السايكل تبقى 20 ثانيه منهم ثانيتين او 3 انسبيريشن وال17 ثانيه اكسبيريشن، واشوف البيب بتاعي. لو انا حاطه على 5 والبيب فجاه بصيت لقيته بقى ايه؟ بقى 10، يبقى عنده اوتوبيب 10 اوتوبيب. يبقى انا ازود الايه الانترنسك البيب الى 8 خلاص، واشوف الدنيا ايه الاخبار. تمام، يبقى هو ده لازم اسيديت وبارلايز الايه العيان. تمام، بس اول حاجه لازم ايه؟ اول حاجه اديتكت وبعدين اكوانتيفاي عن طريق الاكسبيراتوري هولد. تمام، ده كان اوتوبيب بس ده. طيب هو يعني العيان بيتبعني زي ما انا بقول له؟ بمعنى ان انا بقول له ان انت الفول فلو اللي هيخش لك 10 لتر في الدقيقه، 10 لتر في الدقيقه يعني لتر في كل يعني 30 لتر في الدقيقه يعني 500 مللي في الايه في الثانيه. هل العيان لو هو اير هانجر هيقول لي اه شكرا زي ما انت مظبطني؟ لا، العيان لو مش حاسس ان الهواء اللي داخل له ده سفيشنت هياخد هواء عادي خالص، فيقوم عامل مين؟ وما يعمل كده يبص يلاقي شكل معلش مبدئيا ده السكوير، والسكوير في فوليوم كنترول فنتليشن العيان ان ادكويت، عيان عايز ايفورت اعلى، يقوم عامل لي مين في الفلو تايم كيرف؟ يقوم عامل البيك الاولاني دي، عايز فلو.
تمام، عايز تزود له الفلو، تمام. فده انديكيشن ان انت تزود لمين للعين فلو، وهيبقى بعد شويه في حاجه ثانيه ان شاء الله، تمام. طيب احنا قلنا ريسبونس تو ثيرابي، ريسبونس تو برونكو دايليتورز. احنا قلنا مع البرونكو دايليتورز الاكسبيراتوري تايم هيقل والاكسبيراتوري بيك فلو هيزيد، تمام. انا برضو ممكن اشوفه في مين ده البيك اكسبيراتوري فلو قبل البرونكو دايليتورز، خلاص بعد البرونكو دايليتورز مع العيان ايه اللي حصل؟ البيك اكسبيراتوري فلو زاد والاكسبيراتوري تايم قل، تمام. وبالتالي يبقى ده ريسبونس تو مين؟ تو ثيرابي. يقدر ابين منين؟ من الريسبونس تو من الفلو تايم كيرف، تمام، من الفلو تايم كيرف. يبقى الفلو تايم كيرف وظيفته الاولانيه برضو يقول لي اذا كان فوليوم ولا بريشر. الحاجه الثانيه يقول لي اذا كان في عنده اوتوبيب ولا ما عندوش اوتوبيب. والحاجه الثالثه ريسبونس تو ذا مين تو ذا برونكو دايليتور. الحاجه الرابعه الفلو ايفورت بتاع العيان لو هو بياخد، خصوصا لو تلاحظوا ان انا هنا كنت حاطط سكوير فورم، سكوير مع فوليوم مع البريشر الدنيا فاريبل، ما بيحصلش الفلو ستارفيشن مع البريشر. دايما فلو ستارفيشن بيحصل مع مين؟ مع فوليوم فنتليشن. نيجي بقى لجزء الفوليوم. الفوليوم ده دايما ما 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 يعني مهدر الدم، انما ممكن يقول لنا على حاجات برضو، يعني هيقول لنا يعني زي ما احنا ده برضو ادي التايدل فوليوم اللي خده العيان وصلنا لغايه البيك. ده الانسبيريشن، ده الانسبيراتوري تايم، ده الاكسبيراتوري تايدل فوليوم، وده الاكسبيراتوري تايم. ده في مين؟ في الفوليوم تايم ويف فورم، فوليوم تايم ويف فورم. طيب ده الاكسبيراتوري تايدل فوليوم وده الانسبيراتوري تايدل فوليوم، وشايفين احنا في هنا عندنا هنا ميم في كده بلاتو، خلاص تايدل فوليوم اللي هو وصل لغايه 500. انا حاطط هنا بلاتو لان الفوليوم كنترولد فنتليشن وانس ان خد ال 500 تايدل فوليوم هيقوم عامل لي مين؟ هيحصل سايكلينج او يخش في الاكسبيريشن. هنا لو انا حاطط الفلو، لو حاطط البلاتو هي ايه؟ هيزود لي مين؟ التايمنج، بس مش هيزود لي الفوليوم. ملاحظين يا جماعه ولا مش ملاحظين؟ يعني هنا الفوليوم 500، هنا الفوليوم 500 ثابت. زودنا بقى تايدل فوليوم، زودنا الانسبيراتوري تايم ثانيه ونص ثانيتين، هو زي ما هو. ليه؟ لان لو انتم ملاحظين في فرق ما بين الانسباير اكسباير تايدل فوليوم والانسباير تايدل فوليوم. لو ده دخل معايا مهم. طيب الويف فورم دي وظيفتها ايه؟ تقول لي برضو كان العيان ممكن حصل الاكسبيريشن لو عنده اير واي ريزيستنس. اير واي ريزيستنس هتعمل لي مين؟ هتطول لي مين؟ الاكسبيريشن. خلاص تبص تلاقي مين؟ الديسيلريتنج فلو بدا ايه؟ الانكريز ريزيستنس، تقل التايدل الكومبلاينس. طيب الفيري كومن الاير ان عندي الليكج، ايه اللي هيحصل في الليكج؟ الاكسبيراتوري تايدل فوليوم اقل من الانسبيراتوري تايدل فوليوم، تمام. يبقى هبص الاقي ده الانسبيراتوري تايدل فوليوم وده الاكسبيراتوري تايدل فوليوم، يبقى عنده مين؟ عنده ليكج، في ليكج في حته ما. يبقى ادور على مين؟ على السيركت كلها. معايا؟ ملاحظين يا جماعه ولا مش ملاحظين؟ ده دايما اكسبيريشن، الاكسبيريشن اقل منين؟ من الانسبيراتوري تايدل فوليوم. طيب لو الاكسبيريشن اكتر من الانسبيراتوري تايدل فوليوم يبقى جابها منين؟ جابها من المخزن اللي هو بتاع مين؟ بتاع الاوتوبيب، بتاع الاير ترابنج، تمام يا جماعه؟ جالها من المخزن بتاع مين؟ بتاع الاير ترابنج. ده الفوليوم، ده فوليوم تايم كيرف بريشر كنترول فنتليشن، بيبقى شكله كده. عموما ده يعني يبقى انا معلش الفوليوم تايم كيرف بتاعي هيقول لي في اير ليك، في اير ترابنج، وفي اذا كان في ريزيستنس او مفيش ريزيستنس، كان في بلاتو، شكل كمان الويف فورم مختلف عن كده، تمام. نيجي بقى الاهم اثنين بعد كده، اللوبس. بي في كيرف اللي هو بريشر فوليوم لوب، البريشر فوليوم لوب، بريشر فوليوم لوب ده مهم جدا في عيانين خصوصا اللي هو الكومبلاينس. دخلنا هنا على الكومبلاينس. الكومبلاينس هي عباره عن مين؟ عباره عن تشينج في الفوليوم على تشينج في بريشر، تمام. اللي يقدر يميجر قوي هو مين؟ هو البي في كيرف، بريشر فوليوم كيرف، تشينج في الفوليوم على تشينج في بريشر. ده مهم البيز لاين بتاعه بيبقى شكله ايه. السبونتينيوس او لو العين ده انسبيريشن وده اكسبيريشن، ده انهي نوع من انواع البريث؟ يعني ميكانيكال ولا سبونتينيوس؟ مش ده البريشر، ده الاير واي بريشر. الاير واي بريشر الانسبيريشن والاكسبيريشن
بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هنا كده البوزيتيف. يبقى ميكانيكال ولا سبونتينيوس؟ يعني الجهاز هو اللي شغال ولا العين هو اللي بيتنفس لوحده؟ ميكانيكال، لان كله بوزيتيف. خلاص، يبقى ده مين؟ مانداتوري بريث. هل العين خد نفس؟ ما خدش نفس. هل في بيب؟ العين هنا الانسبيريشن بدا منين؟ معلش هرجع تاني. الانسبيريشن بدا منين؟ من الزيرو، صح؟ لغايه، طب البيك اير بريشر بتاعنا فين؟ سوري، ادي ده البيك انسبيريتوري بريشر اهو. التايدل فوليوم، ادي التايدل فوليوم، تمام؟ بيب زيرو، تمام؟ طيب ده سبونتينيوس بريث نيجاتيف بوزيتيف، انسبيريشن نيجاتيف زي ما احنا شايفين اهو نيجاتيف، والاكسبيريشن بوزيتيف. يبقى ده مين؟ ده سبونتينيوس بريث. طب الاسيست كنترول ايه اللي يحصل؟ العين ياخد في الاول نيجاتيف، وبعدين بعد كده تبقى مين؟ بوزيتيف اهو، صح؟ يبقى ده مين؟ ده اسيست كنترول. يبقى برضه من البي في كيرف ده اقدر اقول كان العين سبونتينيوس، كان العين اسيست، كان العين اسيست كنترول، وهكذا. اتفقنا؟ ده الانواع زي ما هم الثلاثه بقى هنا. ده كنترول الاولاني، ده كنترولد وذاوت بيب، وده اسيست العين ياخد نيجاتيف في الاول وبعدين بعد كده يبقى انسبيريشن اكسبيريشن، والعين ده سبونتينيوس انسبيريشن، وده مين؟ ده الاكسبيريشن. تمام؟ طيب البي في كيرف ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن. في عندي حاجات مهمه جدا في البي في كيرف اللي هو الانفليكشن بوينتس. طيب هنا في بيب ولا مفيش؟ مفيش. طب وهنا؟ في بيب الجزء الاولاني اهو. يبقى انا اوريدي بدا النفس من هنا، من 5 سم، من 7، من 8، من وات ايفر البيب اللي انا حاطه، تمام؟ بعد كده في عندي انفليكشن بوينتس، لور انفليكشن بوينت وابر انفليكشن بوينت. اللور انفليكشن بوينت دي اللي هي اللي تحتيها اللنج بتكولابس، اللي فوقها اللنج بتمنتين اوبننج، تمام؟ وبالتالي اما اجي احط البيب بتاعي اوصل يبقى ابف اللور انفليكشن بوينت عشان امنتين اللنج اوبن اولموست دايما في عيانين الايه؟ الاي ار دي اس، وما زودش التايدل فوليوم عن الابر انفليكشن بوينت. يبقى اللور انفليكشن بوينت ده بحط البيب ابف اللور انفليكشن بوينت، وبعدين بحط الايه؟ التايدل فوليوم ما يزيدش عن الابر انفليكشن بوينت، تمام؟ اير ترابنج بيبان برضو هنا كده، اللي هو الاكسبيريشن ما بيرجعش لغايه مين؟ لغايه الزيرو بتاعنا. نيجي بقى اللانج كومبلاينس. اللانج كومبلاينس هنا برضو، هل ده فوليوم ولا بريشر؟ لو فوليوم يبقى البري سيت تايدل الفوليوم هيبقى ثابت، يبقى اللي هيتغير معايا مين؟ البريشر. لو الفوليوم 500 والبريشر 50، يبقى 500 على 50 بقينا كام؟ 10 سنتيمتر، و10 اللي هو الكومبلاينس. طب لو التايدل فوليوم بقى 500 والبريشر بقى 25، يبقى 500 على 25 بين الكومبلاينس مين؟ اتحسن، يبقى حصل شفتتها لمين؟ تو ذا مين؟ تو ذا ليفت، تمام؟ لو التايدل فوليوم 500 والكومبلاين والبريشر بتاعي بقى 70، يبقى الايه؟ شيفت تو ذا مين؟ شيفت تو ذا رايت، وبالتالي برضه بقى اسوأ واضل سبيل، تمام؟ يبقى هنا اللي هيبقى فاريبل في الفوليوم هو البريشر، بيك انسبيراتور بريشر. لو اتحسن شمال بقينا احسن، لو بقينا مال اكتر ناحيه اليمين بقينا مين؟ أسوأ واضل سبيلا. في البريشر كنترول الدنيا مختلفه، ان البريشر هو اللي ثابت والفوليوم هيتغير. الفوليوم هيتغير اكوردنج لمين؟ للكومبلاينس. لو الكومبلاينس اتحسنت الفوليوم هيبقى مين؟ هيبقى اكتر. لو الكومبلاينس قلت الفوليوم هيبقى مين؟ هيبقى اقل، تمام؟ طيب ادي برضو نرجع تاني، ده البريشر هنا هيبقى ثابت اولموست في نفس البوينت هنا اللي هو 40 او 50 وات ايفر، تمام؟ اما يتحسن التايدل فوليوم هيزيد، بدل ما هو كان 400 بقى 500، 500 على 50 احسن من 400 على 50، ولو بقى اسوأ هيبقى مين؟ البيك انسبيرات البريشر 50 زي ما هو، والايه؟ والتايدل فوليوم بدل ما هو 400 بقى هيبقى مين؟ هيبقى 300. يبقى في شيفت ذا مين؟ شيفت، كل ما شفتت للناحيه اليمين كل ما يبقى اسوأ، كل ما شفت للناحيه الشمال او لفوق يبقى مين؟ يبقى احسن. يبقى ده بقى وبالتالي بيز لاين مهم قوي، اشوف اذا كان الفنتلاتر ستراتيجي بتاعتي اللي انا حاططها للميكانيكال فنتلاتر كويسه ولا مين ولا وحش، تمام؟ في عندي في التايدل فوليوم اللي اتكلمنا عليه في الاول اللي هو الاوفر ديستنشن، اللي هو بريكيرسر قبل ما اللنج مين تفرقع. ازاي قبل ما اللنج تفرقع؟ البوينت اللي انتم مين الاخير، الجزء الاخير، الجزء الاخير ده اللي هو اوفر ديستنشن. يعني اوفر ديستنشن يعني البريشر بيعلى وذاوت فوليوم جين.
يعني بدل ما البريشر لو نلاحظ هنا ان البريشر بتاعنا هنا كان 30 قول بقى 40 والفوليوم بدل ما هو 400 بقى 410 يبقى ده ستريس الاستريس عالي وبالتالي بعد الاستريس لما يعلى ايه اللي يحصل تفرقع وبالتالي لو انا بصيت لقيت ان هو البيك دي البيك دي موجوده خلاص يبقى اقلل ايه اقلل تايدل الفوليوم اللي انا مو اللي انا ايه اللي انا عامل العيان حط العيان على اساسه وعلى اساس ما ايه ما اقلل شويه البريشر ما العيان ما يبقاش اوفر انفليتد يخش ده الايه ده البريشر فوليوم كير البي في كيرف وبعدين بعد كده عندي فلو فوليوم لوب الفلو فوليوم لوب الطبيعي بتاعنا خلاص ان اللي فوق هو الاكسبيريشن واللي تحت الايه الانسبيريشن احنا هنا المقلوب بقى اللي فوق الانسبيريشن واللي تحت الايه الاكسبيريشن وبالتالي ده البيك انسبيراتوري فلو ريت وهنا البيك اكسبيراتوري فلو ريت وهو ده الايه التايدل فوليوم بتاعي صح طب استفيد منه في ايه هل التايدل فوليوم اللي طلع هو اللي دخل لو الاكسبيريشن ما رجعش للزيرو بوينت لو رجع لغايه 100 مثلا من تايدل فوليوم يبقى في 100 ليكت لو رجع الفلو يعني كان لسه بيخرج تمام والعين خد نفس من اول وجديد يبقى ده مين اير تراب هنشوفها كده بعد شويه ادي هنا مين ده العادي بتاعنا للانسبيريشن وبعدين بعد كده اهو هنا الاكسبيريشن ما رجعش لغايه الزيرو رجع قبليه ب 100 ب 20 ب 30 ب 40 يبقى فيه ليكج موجود عندي تمام هنا ما رجعش برضه لغايه الزيرو انما رجع كونتينيوت فلو الفلو عمال مستمر 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 بس العيان خد مين خد النفس وبالتالي حصل سام سورت اوف اير ترابنج يبقى هو ده ما هو ده العيان بتاع الاوبستراكتيف اير واي ديزيز هيبقى ايه اير ترابنج العيان الثاني هيبقى بتاع الكومبلاينس العيان يعني البيك اير واي عرفنا ايه الاخبار طب لو العيان عنده سيكريشنز ده الاير واي ريزيستنس لا برونكو دايليتو ريسبونس برضو هتفرق زي ما قلناها قبل كده لو عنده سيكريشنز هبص الاقي ليه الاكسبيريشن ايه مشرشر ودايما لو انت لقيت الاكسبيريشن مجرد بس ان هو ايه العين يبدا يشفط او حد يبدا يشفط العين الدنيا تفرق معاه تماما خالص يبقى هو ده الجرافيكال ديسبلاي سهله بس لازم دايما تقعد مع العيان وتقعد تتفرج على مين على الجرافيك وتقعد تشوف العيان الريسبونس تو تريت دايما اعمل الروتين بتاعك ان انت لازم تبص على الجرافيكال ديسبلاي كل ما تخش عشان ده هت اكواير واحده واحده زي برضو الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي بتعود مره وتشوف الصوره وتشوف العيان فايتنج مش فايتنج في عنده اير واي ريزيستنس بيعلى طب ايه مشكله الاير ريزيستنس العاليه لازم اعود نفسي ان انا كل ما اخش على الميكانيكال فنتليشنز اتفرج على الجرافيكال ويبقى عندي باك جراوند من النورمال جرافيكال ديسبلاي بريشر تايم فلو تايم هم دول اكتر اثنين مهمين وبعدين بعد كده بي في كيرف او الفلو فوليوم لوب دول مهم قوي ان انا اشوفهم واشوف الاير واي ريزيستنس لان هو والله هي الميكانكس هو انا بفنت العيان كله عشان مين عشان ان ابروبريت ريسبيراتوري ميكانكس وبالتالي هدفي مش ان انا احط العيان على ميكانيكال فنتليشن واديله تايد الميكانكس بتاعته احافظ عليها يعني اهم حاجه دو نوت دو هارم تو ذا بيشنت بمعنى ان انا ما اعرفش العيان انت هتلبسني قضيه ليه فاهمني ما انت ما تعرفش العيان بس اول ما جالك وفنتلته خلاص انت عندك مطلق الحريه تخلي العيان على بريشر فوليوم كنترول تبرلايز العيان تحطه على 100% تقيس الشنط تقيس الكومبلاينس تقيس الاير واي ريزيستنس تشوف البيك اكسبيراتوري فلو ريت وبعدين وانت في الريسبونس اوف ذا ريسبونس تو ثيرابي العيان بيتحسن العيان بيسوء العيان بيتحسن يبقى الفنتلاتور ستريتش بتاعتك كويس العيان بيسوء يبقى الفنتلاتور ستراتيجي بتاعتك وحشه يعني او حصل حاجه جديده على الفنتلاتور ستراتيجي او العيان ماشي كويس وبعدين حصل مشكله ما فاهمني جاله بالمونري امبوليزم جاله حاجه فلازم كل ده اقدر ان انا اديتكت بمين بس تشينج في الايه في الجرافيكال ديسبلاي تمام اللي انا عايز اقول فنتليتور ويف فورم اناليسيس از ان انتجرال كومبوننت ان ذا مانجمنت اوف ميكانيكالي فنتليتد بيشنت ديفلوب ا هابت اوف لوكينج ات ذا رايت ويف فورم فور ذا جيفن مود اوف ذا بيشنت فنتليشن خش على العيان خش على الجرافيكال ديسبلاي واعمل بس كده اكسرسايز العيان ده قبل ما تشوف بس النيوميريكال داتا العيان ده على فوليوم كنترول على بريشر يعني حاول ان انت تاكواير هذه الهابت ريجولرلي هتبص تلاقي بعد كده عرفت اوتوماتيكلي اولويز لوك ات ذا انسبيراتوري اند اكسبيراتوري كومبوننت اوف فلو تايم ويف فورم زي ما اتكلمنا عليه دو نوت هيسيتيت ذا سكيل او ذا سبيد اوف ذا ويف فورم تو ايد ان يور انتربريتيشن اند ثانك يو